توأم اتجوز توأم والاتنين نفس الملامح ونفس الشكل، ما تعرفش تفرقهم عن بعض. وقع عملت ضجة كبيرة على منصات التواصل الساعات اللي فاتت، مش هتصدق اللي حصل. صوروا فيديوهات قلبت السوشيال ميديا لحفل زفاف عروسين، لكن المفاجأة كانت في ان العريس واخوه توأم وقرروا يتجوزوا اتنين عرايس توأم برضو بعد ما وقعوا في حبهم. وفعلا جه يوم العمر، لكن الصورة اللي تصوروها العروسين كانت مفاجأة لكل الناس. ازاي شبه بعض كده؟ الصورة ظهر فيها العريس واخوه مع العروسة واختها، تقدر تقول كأنهم واقفين في مراية، نفس الملامح ونفس حتى المكياج، مفيش فرق بينهم. فاكرين لما كنا بنلعب لعبة تطلع الاختلافات اللي في الصورة؟ اهو الصورة دي مش هتعرف تطلع منها اي اختلاف. طب ايه قصة العروسين دول؟ بحسب المتداول عن قصة العروسين والاخين التوأم، كانت مع اعجاب واحد من العرسان ببنت شافها دخلت قلبه وقال عليها هي دي، خلاص انا هتجوز دي. وفعلا راح وقال لاهله وانه عاوز يتجوزها، لكن سبحان الله على الصدف تطلع العروسة هي كمان عندها اخت توأم زي العريس بالظبط. وفي اليوم اللي راح فيه العريس عشان يقرأ الفاتحة ويتقدم للعروسة، شاف أخوه التوأم أختها التوأم. هنا بدأت قصة حب جديدة بين الاتنين، وبدل ما يكون عريس واحد بقوا اتنين عرسان. أخو العريس قال له إنه معجب بأخت العروسة وعاوز يفاتح أهلها ويفاتحها في إنه يتقدم لها. فعلا كانت الموافقة من أهل العروسة، وقرر الاتنين إخوات التوأم يعملوا فرحهم كمان في نفس اليوم. لكن المفاجأة كانت في العروسين اللي لبسوا نفس الفستان تقريبا وعملوا المكياج في نفس المكان، لدرجة إنهم ما كانش في فرق بينهم. لكن الأخين التوأم كل واحد منهم جاب بدلة مختلفة كنوع من التمييز، لأنه فعلا نسخة طبق الأصل، لكن ما غيروش في ستايل شكلهم وعملوا نفس القصة ونفس تسريحة الشعر وكل حاجة. بحسب المقربين من العروسين قالوا إنها كانت ليلة من ألف ليلة وليلة. المعازيم كانوا مصدومين من الشبه لدرجة إن الناس بتتلخبط فيهم، وفي اليوم ده كان في مواقف طريفة كتير. لكن طبعا كل أخت منهم عارفة مين عارفها وكل أخ عارف مين عروسته. صور العرسان التوأم مع الأختين عملت ضجة كبيرة على منصات التواصل، ومن كتر ما هم شبه بعض بعض المتابعين شككوا اصلا في الصورة وقالوا ازاي يعني في شبه كده، دي صدفة ما تحصلش غير واحد في المليون، ممكن يكون الواقع مش حقيقية وللترند مش اكتر. لكن رد عليه واحد تاني وقال ازاي مفبركة والاتنين لابسين لبس مختلف، وكمان بعض المتابعين قالوا بسم الله ما شاء الله الاتنين كوبي بيست من بعض، ايه الجمال ده، هو في اختلاف بسيط لكن الاتنين نفس الملامح فعلا، ربنا يبارك يا رب. بصراحة كان ممكن واحد فيهم بس اللي يتجوز، لكن اتنين توأم مع اختين صعبة، بس القلب ما يريد. ربنا يهنيهم ويسعدهم ببعض.